وكيلو. لا لا سرقني سراق، يعني شكون حتى ويسرقوا طلعني. اسمع طلع نسيم، هذا نسيم يعني حتى يعني شغل ولينا نسطروا 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 حتى انه السلام عليكم. واش اكو هاك الحج كاسكيطار؟ ارجع كاسكيطار ارجع. راك مغوفل راك مغوفل. ما تبادلنا شي عمي صالح. شكرا عمي طارق. يا دي خلاص دوك يعيطوا لك عمي صالح. يا راك مغوفل. راحت فيك بقي غابك. ها طيب قلنا لا سوب، واش من نصيب والله ما بالي واش داروا اليوم. دارت الحوت المخلوقات، دارت لي الحوت والله، دارت لي الحوت. دارت هذا عمي طارق. شوف هذا عمي طارق. يا هذا يا 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 هذا لا اله الا الله محمد رسول الله. اقسم بالله واقسم بالله واقسم بالله وعلى ما اقول شاهد بالثلاث غدا لي الفيستا تاعي. وكي طلبته بالحق قلت له ارجع لي الفيستا تاعي قال لي روح ديها بيدك يا رجال. قلت له صح وين راك؟ بعث لي الادرس تاعك. قال لي دقيقه باك في تكساس دوك نبعث لك الادرس اقعد معايا. بعث لي الادرس تاعو قلت له راني في الطريق ديالي دوكا 5 سوايع نكون عندك. واش يقول لي؟ راني في نيويورك وصوت صوت لك بعينك تشوف. اصبر دقيقه باك. سبحان الله. يعني انت يا يعني انت بالنسبه لبعض الناس يعني انت لازم تستروا، ما تستروش بس كنت اسرقك يسرقني انا ثاني. ماشي غير سرقة عمي صالح، دار بزاف حوايج جاني بزاف. ماش حاب نهضر يا عمي صالح، والله ماني حاب نهضر. ما بيناش الكشفة ولا بينا نفضحوا السيد ولا. صح الحق يقال بالاخر كي نحكي دوكا هكذا. سبحان الله دوخونا والله العظيم. حضرنا عليه الكمبيوتر بلوكا يا صاحبي. سبندي سبندي جيت نيو كمبيوتر مان جديد عبرنا عليه بلوكا يا اخوي. انا نستنى عمي صالح، اختلفنا مع عمي صالح هذه يا اخوي. احنا نرقد على راسي اليوم. عمي طارق عمي طارق عمي طارق والله انت ما استعرض بكم. الله يبارك جيتوا صغار عليا في الغربه. والله غير استعرض بكم يا شاطرين، والله غير شاطرين. مكاتب عمي طارق مكاتب. جيت انت 20 سنه كان في عمرك 18 سنة عمي طارق. 18 سنة الله أكبر. 18 سنة عبك بلا باب بلا يما. ها؟ قلت لك وحدي بلا باب بلا يما، خدام 12 ساعة في النهار 7 أيام في السمانة والناس شاهدين ويلحق هو يعيط للدرجة ويقول لهم وليكم يبيع هذه وهذه. ما عندكش أب لا أب لا أم؟ لا لا عندي بابا ويما في الجزائر ربي يطول في عمرهم. لا لا عندي عندي عمي طارق. أنا 18 سنة كنت في الكوس العشق. والله كنت نقابل هذوك السمان. شوفوا بعينكم واللي راهو يكذب بدات في كلامه يدافع دابو. كونفرساسيون تاعي انا وايوب بروبو يطلب باش يشوف بعينه في الواتساب سكرين شوت. يخلوكم تكيفوا في الدار. يخلوكم تكيفوا في الدار. نورمال ماشي مشكلة يا طارق. واش حبيت؟ ممنوع احنا ممنوع. يا ممنوع بارتو بصح تعرف. عندكم ما حمل السلاح، تخرج السلاح برا. سلاح بارتي وعمي صالح ذات ويسترن ذات ساوث ويست عمي عمي طارق. والله اخر مشيت واحد 1200 دولار. كوبوي كوبوي عمي طارق. اقرا 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 بعينك اقرا. يس سير. اوكي. اوكي. صح. نرجعوا للفوق. بعث له غير 3 صور برك. يس. هذه مور 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 ما ندير ادر بريمير فوا وقال لي مانيش تما عارف شو عارف. قال لي هنايا اقرا بعينك. I gave you the address, come and take it. Come and take your jacket. Now go fuck yourself. انت يا دراري تتبع فيك زامل كبير. انت يا تهضر على الرجال كي تولي تقدر نحكي معاك دخلتك لداري يا خساره عليك. وانا دخلت داري عارف قبل هذه الهضره عارف قبل ما دخلني داري ودخلت من داري. معليش اقرا هنا عمي طارق. Yo, I asked you so many times for your address. You never send it to me. What are you talking about? Go check your messages. Send it to me, I will come. قال لي bet معناتها اوكي معناتها ايه ماشي مشكل. قلت له I'm waiting راني نتسنى. اذا قلت تقدر نتقاسموا طريق انا نسكن في كانساس وهو يسكن في كان زعما قال نسكن في تكساس هو غير يخدم مع باش قاعد ساكن مخبي. قلت له صح نتلاقاو نص الطريق كاين 6 سوايع بيني وبين دارك. خلي الادرس تاعك طلع الادرس تاعك. نو هذه تاعه هذه هو بعث الادرس تاعه اذا ما قعدت بكمل كملت عمي طارق هنا معليش ها. قال لي اني نستنى اذا قدرت انا قلت له اني نستنى فيك ابعث لي الادرس واذا تحب تجي لي نص الطريق قال لي if you can make it halfway it will be good. قلت له كان نقاسمو طريق في نص الطريق نتلاقاو مع الفيزا تاعي ونفرو كيما حبيت. بعث لي الادرس ما بغاش يقول لي
I am in New York City. I don't ignore what you said on the long message. عمي طارق هنا قلت لي كن راجل وروحت بيها. قلت لك صح بعث لي الادرس. قلت لي السنة. قلت لك اني السنة. بعث لي الادرس. كي قلت كان يجي قول لي اني في نيويورك. خلينا نتمسخر. خلينا نتمسخر. ما نشد لك ما يقول لك. ما نشد نضيع الوقت. خلاص. بولشيت. هذه حكاية وحدة. هيرت. هذا ما كان. وحكاية إكرام ما جبت عليها إكرام. اسمها إكرام لي طلقت مع رجل هنا في أمريكا. دار عليها فيديو بعد نحاها. هاي ثاني. هاي بس صارت حكايتها إكرام عندي طارق. هير. شوف هذا الكتاب ثاني عاد نجيب له كتاب هدايا. لا الله محمد رسول الله تفضل. هاي بيقول. أقسم بالله ونهار اللي عيط الإكرام. كنت قاعد معاه في تايم سكوير كمل الشو تاعو وعيط لها بدا يهضر معاها قال لها كرام سمعت واش صراو هادي وهاو حقك وانت يا مرا ووحدك وحاربتي وقريتي وتعلمتي لونجلي وهادي وهادي انا ما فهمتش كاين قال ندير معاك انترفيو وفهمي الجزائريين الحقيقه كيفاش صرات باش يضرب عليها بالاخر خاوي يهضر ويهضر ويهضر كمل معاها في التليفون ماشي اسمعوا اكي هير يو Do you hear me? هتسمع. يلا بلك سينيالو بلك رامي سينيالو لا حول ولا قوة إلا بالله. بكرة عون طلعك يا ناسي بلك سينيالو. والله دو اختونا ذاك واحد يروح يشرب البن. والله ناسي هذا راح قاع. سينيالو مسكين. هذا الطبيب تاع النابة وسينيالوه هذا الطبيب طبيب تاع النابة طبيب تاع النابة وسينيالوه الشعب هذا الطبيب هذاك اللي يمد النصائح لزارجيريا من النابة وسينيالوه فيه يا ودي دير القرآن سينيالوه فيه قلت لك طبيب طبيب هذاك تاع النابة معلش من عم يعيطوا لي بواحد النيميرو من السيد ماشي كامل مشيت باين شكون باين شكون باين قلت لك يقول لي على بالي واش راني ندير خليني ندير فيديو معاها قلت لك ما قبلتش هي ما قبلتش دير فيديو معاها ولا ما بانش في الصراط هرا نور السلام وراها او يعيط لك بواحد النيميرو يا يا اش حتى للوا يو كان كول ذا كوبس مان يا كيما قالوا صاحبي قالوا انت زعما فاهم وسمارت وكل شيء قالوا ضرب واحد في الامريكان ودير فيديو تشد فيديو على روحك تشد بروف على روحك قالوا انت حمار واش عندك في الراس قالوا انت تضرب واحد في الماريكان وتشد انت بروف على روحك شغل نروح نسرق والفيلم يروح يسرق راك فاهم واش حاب نقول سيم شي كاين واحد هنا قال لك او يقول ماشي مليح توشي مصحف بلا وضوء راك غلط في هذه الفتوى لا يمسه الا المطهر واش معناتها طاهر طاهر مش طهاره معناتها وضوء ولا دوش هذيك شغل زياده من السنه المطهرون معناتها تكون يعني مسلم طاهر النيه يعني واحد نجس ولا واحد كافر ولا واحد مشعوذ وهذوما توشيهمش تقدر توشي المصحف وانت ماشي متوضي تقدر توشي المصحف من السنه انك تتوضا ولا دير وضوء اكبر هذه الحكايه تاع بكري يا خويا وربي يهدينا والله اعلم يسمح لنا ان شاء الله ما تحقوا ربي يهدينا ان شاء الله ربي يغفر لنا الذنوب اني واي دونك هذه هي دونك نشوفوا والد هذا واش يسحق وانا نروح ان شاء الله نعيد ماش نسمع فيك سيناسين هو راك غلط في حساباتك لازم توضح اعطي لي الدليل يا ماش نسمع معلش اوكي اعطيني الدليل بلي لازم توضا اعطيني الدليل واسمك يا زكي كاوازاكي اعطيني الدليل من القران والسنه بانه لازم تكون متوضي بس تمس المصحف اعطيني الدليل من القران والسنه انا اعطيت لك تفسير